هل يجوز تدريب الصقور على حمام حي أو صيدها بها؟ لأنهم أراهم يضعون الحمامة وهي حية في شباك رخوة ميسرة ويطلقونها في الجو، فينقض عليها هذا الصقر ويمزقها وتنشب مخالبه في الشباك فيصطادونه، فهل هذا جائز؟ يصطادون الصقر؟ الصقر بالحمام الحي. لكن كيف يصل إلى الحمامة وهي في الشبك؟ الشبك يلبسون كالثوب يعني طويل على عقب أجنحتها ويطلقونها على مسافة بحبل طويل، ثم يتركون يختبئون، فيجيء الصقر يظنها حية ويهاجمها ويمزقها. يظنها حية؟ إيه يراها حية، هي حية. لا لا هي حية، هي حية. ويدربون على حمام حي، يأتون كل يوم كل يوم بحمامة حية. أنا رأيت شخص منهم يأتي كل يوم يدرب صقره بحمامة حية، يربطها في حبل ويدعاه تطير، ثم يدرب عليها الصقر، فإذا اصطادها شجعه بمكافأة قطعة من لحمه. اللي أسمع أنهم يطلقون الحمام، مو بيضعون في شبك، يطلقون الحمام ويطلقون الصقر عليه. يطلقونه أحياناً ويضعونه في شبك عند صيد لما يكون جديد، عندما يكون الصقر جديد لا ليس بيده يعني في الفضاء وحشي، فيضع الحمامة في شبك ويطلقها على مسافة، فيأتي الصقر فتنشب مخالبه في الشباك بعد أن يمزق الحمامة ويجرها ويصطاد الصقر. هل لا يمكن تعليمه إلا بهذه الطريقة؟ قالوا لا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما صيده كان وحشي في السابق، صيده أساسا بهذه الطريقة، يضعون الحمامة في الحرة. لا يمكن الوصول إلى الانتفاع به إلا بهذه الطريقة وهي حية، وهي حية فلا بأس. أما إذا كان يمكن ولو بطريق بعيدة فلا يجوز إيذاؤه. وصيد الصقر الوحشي لا بأس بالحمام الحي، لا بأس إذا لم يكن إلا بهذا، ولم يكن تعذيب للحيوان، تعذيب لمصلحته، مثل ما نعذبه بالوسم لمصلحته. جزاك الله خير يا شيخ.